عزي تكلا جورجيس عزي تكلا جورجيس كاسراس من سرسا سكاسراس من سرسا سوس درس ييتو بيانو غسان اغسط نبرو اكليلونم كادر رغوبو هلا بدناتاچو بكل كغندر نغسان اغسطات كار زراچونا اغنانيو يممرات مبتاچونم لما تناكر كيتو بيا بيتا كريستيان دغاف يفلغو نبر باسراس من سرسا سوس باسم طورنت بادرغو توقياك وسلو نبر يهم سراوي تاچو مورال انديات انا يطور مريو تشاچو اندي ماركو دارغا يهم هوالا لي ياندنتت جنديوت انا يوهنس اراتنيا اندي مرا عدارغا غوبازي تكلا جيورجيس تبلو زوفانون كميازو بفيت لما جمريا جيزي يتاريك مزغبوش تيغباو اباتو واكشوم غبرا مدهن ياغو امازي نغوسن اقزهال تبلو بازي تيودروس داقماوي كتغددو كسدست عمتات بوهالا باسراس من تامسا سدست بلاستا يامزن تغبار سياس نسان ببر غوبازي يمقبياون انكسكاسي ياكا هيدو غنا انجليزوش باسراس من سرسا زمچاچون اكا هيدو عزي تيودروس داقماوي راساچون كماتفاتاچو بفيت نبر باسراس من سرسا مجمريا لي غوبازي بمكدلا ودم يگنيو يتيودروس مشيق زمته نگرگن ازال مدرس 50 كيلومتر سيقارو በቴዎድሮስ ላይ አምጾ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ በጌምድርን ከተቆጣጠረው ሲሶ ጎበዜ ጋር ጦርነት ገጠመ። ሲሶም በቁዊላ ጦርነት ተገደለ። በ1860 በአመቱ መጨረሻም ዋክሹም ጎበዜ በክፍለ ሀገራቸው ዋግ በሰቆጣ ከተማ አጼ ተክለ ጊዮርጊስ ዳግማዊ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ተባሉ። አባታቸው በተገደሉበት በደብረ ዘቢጥም አክሊላቸውን ተቀዳጁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የነበሩት አቡነ ሰላማ በ1860 መጀመሪያ ላይ ሞተው ስለነበር አክሊሉን ያደረጉለት የኢትዮጵያ እጨጌ ነበሩ። ተክለ ጊዮርጊስ ዳግማዊ ከጎንደር ንግስታት ዘር ራሳቸውን በእናታቸው በኩል አገናኝተዋል። በተጨማሪም በቴዎድሮስ ባህሪ ከመንግስታቸው የራቀችውን የቤተ ክርስቲያንን ድጋፍ ይፈልጉ ነበር። ይህንንም ያደረጉት በቴዎድሮስ ጊዜ የተወሰዱትን በጎንደር የሚገኙትን አብያተ ክርስቲያናት መሬት በመመለስ የሚያስፈልጋቸውን ያህል ቁስ በመስጠትና ለአቡነ ሰላማ ልዩ ቀብርና መታሰቢያ በማድረግ ነበር። በዜና መዓሉም እንደተዘገበው ከፋሲል በኋላ ለጎንደር እንደ አጼ ተክለ ጊዮርጊስ ያደረገ የለም። በጎጃምም ተክለ ጊዮርጊስ በአካባቢው የሚገኘውን የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት አስተዳዳሪ ራስ ለአመራሩ በተመቸው በራስ አዳል ቀየሩ። አዳልም ለርሳቸው ይበልጥ ቅርብ ይሆን ዘንድ ከታቸው ወይዘሮ ላቀች ገብረ መድን ጋር አጋቡት። በሸዋም ተክለ ጊዮርጊስ በእናት የሚገናኙአቸው ወንድማቸው ኃይሉ ወልደ ክርስቶስ ከራስ ዳርጌ ኃይለ ሥላሴ ሴት ልጅ ጋር እንዲጋባ አደረጉት። እርሳቸው ራሳቸው የትግራይውን ተቀናቃኛቸውን ደጃዝማች ካሳይን እህት ድንቅነሽ መርጫን አግብተዋል። ነገር ግን የትኛውም የጋብቻ ተስስራቸው ዙፋናቸውን ይዘው እንዲጸኑ አላስቻላቸው። ደጃዝማች ካሳይም በጆን ኪርክሃም አገልግሎት ሰራዊቱ በእንግሊዝ መሳሪያዎች እንዲሰለጥን አደረገ። በ1862ም ቀይ ባህርን መጠቀም ቻለ። በዚህም ሌሎቹ የደጃዝማቹ ተቀናቃኞች ያላገኙትን አዲስ አቡን የማግኘት አማራጭ አገኘ። ሃሮልድ ማርከስ እንዳለው ምንም እንኳን ተክለ ጊዮርጊስ ከወሎ በኩል ወደ ሸዋ ድንበር ሊዘምቱ ቢያስፈራሩም በዚህ ጊዜ ምኒልክ በሸዋ ሁለቱ ተቀናቃኞች ሲዋጉ ዝም ብለው በሌሎች ተግባራት ላይ አተኩረው ነበር። አጼ ተክለ ጊዮርጊስም በካሳይ ላይ ለብቻቸው መቆም እንዳለባቸው ተረዱ። በ1863ም በትግራይ የሚገኘውን የተከዜ ወንዝ ተሻገሩ። በሰኔ 13 1863ም የሁለቱ ሰራዊቶች ተገናኝተው ሙሉ ቀን ተዋጉ። ምንም እንኳን የደጃዝማች ካሳይ ሰራዊት በቁጥር አነስ ያለ ቢሆንም በሥርዓት የሚዋጋ ሰራዊት ነበር። ኪርክሃምም ኋላ ላይ እንደጻፈው በ12 ሽጉጦችና በ800 ነፍጦች ብዙ ጠመንጃና ጦር የያዘው በሥርዓት ያልተዋጋው ቡድን ተሸነፈ።
تاكلا جيورجيسم كتشنفو بوهالا بكتايوكن ودى مرب ونز ششو نگر جن تالاتو تشاچو يالتبقوتن ليلا منگد بمتكم كاساين عدوالاي يمجر شاوگيا تواقوت بكاسام تور محل فرسنيو چونيزاو بغبو جيزي تاكلا جيورجيس كوسلو تماركو موراليا تاو سراوي تاچوم فرسه هلوم يطور مريو تشاچوم كشوچ وطادرو تشاچونا تكتهو تشاچو غار تماركو كاسايم بطر اسرا اند اسرا سمن سدسارات يوهانس اراتنيا بميلسم يهيتوبيا نغوسه نغست هولو تكلا جيورجيسنم ايناچون اطفتهو كوندمواچونا كناتاچو غار لادوا قرب بهونو بابا غريما غدام اسرواچو بزام كتقيت عمتات بوالا موتو سلاسي تيودروس يسرعوتن فيديو مملكت كفرلغاچو لينك ديسكريبشن لأي اللاجو سلات كتاتلاجو نيامسقنا لو فيديو لايك ناشير چانالون دقمو سبسكرايب عدرقو ليلوچ فيديو چين غبتاتين بتملكتو يتايقو بكتاي بليلاي تاريك فيديو سكامن نگنان سلام لنانتهيهم.